واسمحوا لي مرة أخرى أن أتوجه بحديثي مباشرة إلى شعوبنا في المنطقتين العربية والأوروبية. أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام، لقد اختتمنا اليوم بنجاح قمتنا في شرم الشيخ مدينة السلام، إلا أن نجاح التعاون العربي الأوروبي يظل في النهاية رهنا بعملكم أنتم، ولن يكتب له الاكتمال إلا من خلال جهودكم، فأنتم أول المعنيين بلقائنا هذا، وأنتم من سيجني ثمار عملنا المشترك، فأدعوكم بكل ود ومحبة أن تتجاوزوا كل ما يفرقكم وأن تتمسكوا بكل ما يجمعكم حتى ننطلق جميعا إلى مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. وختاما لا أودعكم، بل أقول لكم إلى اللقاء في القمة العربية الأوروبية المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير وأهلا بحضراتكم، تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام القمة العربية الأوروبية. هذه القمة اللي بدأت بالأمس وكان الختام النهاردة، طبعا قمة كانت المبادرة فيها لجمهورية مصر العربية الحقيقة، وأنه كان في رد فعل كبير في قبول هذه القمة وقبول الدعوة سواء من الدول العربية اللي رحبت وأيضا الدول الأوروبية، في تقريبا 49 قادة وزعيم أوروبي وعربي كانوا موجودين هنا في شرم الشيخ على مدار اليومين اللي فاتوا. وجود هؤلاء القادة في حد ذاته والتنظيم اللي شفناه في هذه القمة هو في حد ذاته مكسب لمصر ومكسب لكل الحضور، بالإضافة إلى أنه كمان النهاردة كان في توصيات هامة جدا فيما يخص القضايا الفلسطينية، فيما يخص سوريا، فيما يخص قضايا كثيرة تتعلق بالإرهاب، لأنه الحقيقة مستوى الحضور كان يسمح حتى بلقاءات ثنائية، أعتقد أنها يعني هتخرج في الفترة القادمة بتوصيات أو تنفيذ هذه التوصيات بشكل في فعالية كبيرة. عايز أرحب بزمايلي طبعا أستاذ وائل إبراشي، زميلتي العزيزة لما جبريل، ودكتور خالد أبو بكر. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير على حضراتكم لليوم الثاني على التوالي من شرم الشيخ، وتغطية خاصة جدا لقنوات الحياة وسي بي سي اكسترا ودي ام سي وان اي. احنا هنا في شرم الشيخ نستطيع ان نقول ان الجائزة الكبرى اللي حصل عليها العرب انه ولدت قمة عربية اوروبية لم تكن موجودة من قبل، هي ولدت وبقوة وستستمر إن شاء الله مثلما قرر الزعماء في بروكسل 2022 هتكون اجتماعاتها الثانية. لم يكن هذا الحوار موجودا من قبل في تاريخ الخارجية العربية أو الخارجية الأوروبية، لكن ولد هذا الحوار الآن. من الطبيعي جدا في أي سياسة في العالم أن تجد نقاط خلاف ونقاط اتفاق، المهم أن يبدأ الحوار، وده اللي عملته قمة شرم الشيخ، أنه ولد هذا الحوار. ومن الطبيعي جدا في كل القمم أن تجد البيانات الختامية في القمة لا ترضي الجميع، أو يتفق البعض على نقاط فيها ويختلف البعض على نقاط أخرى، وهذا ما تم بالفعل في هذه القمة. لكن الأهم أننا الآن نستطيع أن نقول أن الحوار العربي الأوروبي ابتدأ، وهذا في حد ذاته مكسب كبير جدا. عدد كبير جدا من النقاط اللي يمكن ناخدها في يعني الطريق الإيجابي للعلاقات الأوروبية العربية، ونستطيع أن نلقي الضوء عليها طوال هذه التغطية اللي مستمرة مع حضراتكم. مساء الخير يا لمى. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير يا إيمان، مساء الخير أستاذ وائل، وبرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المشترك في تاني أيام، وبالفعل يعني اختتمت القمة العربية الأوروبية النهاردة ببيان وبصور وبمشاهد تثبت إلى حد كبير هذا النجاح اللي تم من خلال القمة. والحقيقة أنه الكثير بدأ بحديثه، إذا كان محللين أو متابعين للمشهد، أن القمة من قبل بدايتها وهي ناجحة بالحضور، ناجحة بالمشهد داخل شرم الشيخ، ناجحة بالجلسات المغلقة، ناجحة بهذا الزخم اللي حدث. والحقيقة أنه أيضا هقول حاجة بسيطة يمكن الرئيس كان قالها النهاردة خلال الكلمة، أن
انه من الطبيعي كان هام جدا، والنجاح مش بس في النقاشات الثرية اللي حدثت بين الاطراف، ولكن ايضا النجاح نابع من المحطة الجديدة والمرحلة الجديدة اللي بدأت بين الطرفين، اذا كان العربي والاوروبي. ويمكن دي استاذ وائل كانت الجملة اللي امبارح كنت يعني ذكرتها بشكل او باخر، انه المرحلة الجديدة والمحطة الجديدة هي في حد ذاتها بتشكل نجاح واهمية كبيرة جدا بالنسبة للطرف العربي والاوروبي. طبعا، وبالتاكيد القمم يا جماعه عند الناس تقاس بنتائجها، يعني اكيد الناس بتقول طيب ما هي النتائج، خاصه ان اعتدنا ان بعض المواطنين يتعاملون مع التجمعات على انها مولد وبينفض يعني. لكن هذه القمه تحديدا النتائج فيها كثيره ومتعدده، الى حد ان الدول الاوروبيه نفسها كانت بتلتقي مع بعضها البعض، يعني زي ما شفتوا في المؤتمر الصحفي كانت في اسئله موجهه متعلقه بالوضع في بريطانيا والخروج من الاتحاد الاوروبي. ليه؟ لان كان في مباحثات في هذه القمه تتعلق بذلك، يعني اذا الحوار لم يكن عربيا اوروبيا فقط، لا ده كان ايضا اوروبيا اوروبيا، وبالتالي هنا القمه كان فيها عناوين كثيره ومختلفه. ممكن تكون هذه القمه بدايه لمفتاح الحل في ليبيا، لان الدول الفاعله في الازمه في ليبيا هي الدول الاوروبيه والدول العربيه. يمكن ان تكون مفتاحا للحل ايضا في سوريا، لان هي دول فاعله ايضا في الوضع في سوريا. يمكن ان تكون مفتاحا للحل في الوضع في اليمن وفي منطقه الخليج، وايضا فيما يتعلق بمواجهه الارهاب. وهنقول لكم تباعا خلال اللحظات القادمه واحنا بنتناقش ايه اهم النتائج التي تمخضت عنها القمه. تعالوا نبدا بكلمه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي. دايما المؤتمر الصحفي بيبقى فيه حديث عن او تلخيص لاهم النتائج في هذه القمه. لقد جرت المناقشات في مناخ بناء يسوده التعاون والصراحة والمودة والرغبة الصادقة في إحراز تقدم ملموس على صعيد شتى الملفات ذات الاهتمام المشترك، مما ساهم في إحداث تقارب في وجهات النظر تجاه هذه القضايا. كما أتاحت جلسة اليوم الثاني للقمة فرصة ممتازة للقادة والزعماء من الجانبين للتفاعل وتبادل وجهات النظر بصورة مباشرة، مما كان له أطيب الأثر في بناء علاقات جديدة بين القادة من جهة وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بالفعل من جهة أخرى. ولقد قام الزعماء العرب والقادة العرب خلال أعمال القمة بطرح وجهات نظرهم بكل وضوح وبصراحة بشأن أهم القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى المركزية، وسبل المواجهة الشاملة للإرهاب، والضرورة القصوى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار في محيطنا الجغرافي المشترك. كما تم بالطبع خلال جميع لقاءات القمة تأكيد أهمية وأولوية تعزيز التعاون المشترك، ليس فقط تجاه تلك القضايا ولكن كذلك بهدف البناء على علاقات التعاون العربي الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وقد عكس الإعلان الصادر عن القمة الأرضية المشتركة الكبيرة بين الجانبين تجاه مختلف القضايا المذكورة، وهي الأرضية التي نأمل أن يتم البناء عليها خلال لقاءاتنا القادمة. الحضور الكريم، لقد أتاحت القمة كذلك فرصة طيبة للقادة والزعماء من الجانبين لعقد العديد من اللقاءات الثنائية لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولقد كان من دواعي سرورنا أن نكون قد ساهمنا في مصر في إتاحة هذه الفرصة المهمة لتعزيز التعاون على الصعيد الثنائي بين الدول العربية والأوروبية. وبكل تأكيد نتطلع للمزيد من اللقاءات بين الجانبين في المرحلة المقبلة وعلى جميع المستويات للبناء على النتائج المهمة لقمة شرم الشيخ العربية الأوروبية الأولى. وشكرا.
طيب زي ما تابعنا، أنا بعتبره واحد من أنجح المؤتمرات الصحفية للرئيس السيسي. كان هناك ثبات انفعالي كبير جدا، كان في دقة كبيرة جدا في الألفاظ، أيضا في الردود على الصحفيين كان هناك تركيز كبير جدا في الرد وفي حكمة الرد. اللي أنا عايز أقوله كمان أنه كلمة الرئيس لما قال أنها قاعدة يمكن البناء عليها، ده فعلا ملخص لما تم في هذه القمة على مدار يومين، هي قاعدة يمكن أن تبني عليها. أيضا قال الرئيس أن العلاقات أو اللقاءات الثنائية كان لها أثر إيجابي، يمكن شفنا لقاء الرئيس مع تريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية للمرة الأولى، وده أيضا يمكن البناء عليه فيما قبل فيما بعد. كثير من وسائل الإعلام العالمية أيضا تناولت لقاءات كثيرة جدا جمعت بين القادة والزعماء الأوروبيين. نستطيع أن نقول أن هذه القمة نجحت بالقدر اللازم لفتح حوار يمكن البناء عليه فيما بعد ما بين الدول العربية وما بين الدول الأوروبية. يمكن خلال هذا المؤتمر الصحفي كان في تصريحات هامة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول من خلالها العديد من المحاور الهامة اللي الحقيقة مش بتشغل بس مصر والعالم العربي ولكن كمان إفريقيا. وكان في محور هام حبة سريعا أتكلم فيه مع حضراتكم، محور له علاقة بتعليق الرئيس على عقوبة الإعدام أو حقوق الإنسان. ويمكن هنا الرئيس ذكر ووجه كلامه للشعب الأوروبي أنه إحنا مش مستنيين حد يجي يفهمنا لا ثقافة ولا مبادئ ولا مفاهيم ولا إنسانية. لدينا إنسانيتنا ولدينا مفاهيمنا ولدينا مبادئنا. ويمكن في هذا الإطار أيضا ذكر الرئيس أنه ده مطلب من أهالي الشهداء وهو القصاص والقصاص العادل. واعتقد انه مش بس مطلب من مطالب اهالي الشهداء ولكن هو مطلب عام للشعب المصري وشعور عام للشعب المصري بسرعه وعداله المحاكمات. يمكن في هذا الاطار ذكر الرئيس انه لدينا ثقافتنا وبنحترم ثقافتكم ولدينا مبادئنا وبنحترم مبادئكم. ويمكن كيان اي دوله أو جزء من كيان أي دولة هو إنفاذ القانون، وأعتقد أنه ده هو ده الأصل والأصول في التباحث، ونحن نلاقي المشترك مدنا ونلاقي المشتركات ما بيننا مش الاختلافات. ويمكن دي أيضا اللي ذكرها الرئيس. خلوني نروح فاصل. تفضل يا أستاذ وائل. في طبعا اللي انت بتقوليه ده محتاج نقاش طويل جدا هنكمله معاكم، بس في لقاء في غاية الأهمية عملته الزميلة إيمان الحصري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. بالتأكيد يعني أفضل من يمكن أن يتحدث في هذا التوقيت هو وزير الخارجية المصري اللي هيقول بعض النتائج المهمة، ونتكلم على النقطة دي بالتحديد يا لما في الإرهاب هنشوفها في الحوار. نطلع للحوار، حوار في غاية الأهمية، تابعوه. قد أثبت تاريخ منطقتنا الحديث أن استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك هو مفتاح الاستقرار. Our proximity and interdependence require us to face our common challenges together and seize the real opportunities that geography, common history and similar interests have created. إنما الاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص في هذا الشأن فإننا نثمن الجهود الأوروبية لإيجاد حل عادل لهذه القضية. To this purpose, we have to come up with concrete joint projects able to deliver the change our nations are expecting. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، لقد كان طبيعيا
أن تتنوع وجهات نظرنا خلال لقائنا الأول على مستوى القمة بشأن بعض القضايا، سواء على مستوى تشخيص أسبابها أو السبل الأمثل للتعامل معها. وكان ذلك مصدر إثراء لمناقشات القمة وترسيخا لقيمة الحوار القائم على الاحترام المتبادل والإيمان العميق بإمكانية توسيع مساحة المشتركات الإنسانية وآفاق التعاون بيننا. ولعلي أنوه هنا إلى ما سبق وأن أشرت إليه خلال افتتاح اجتماعات هذه القمة، من أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية أكبر بكثير مما يفرقهما. وأزيد فأقول إن ما توافقنا عليه خلال لقاءاتنا على مدى اليومين الماضيين ربما فاق توقعات الكثيرين بشأن ما يمكن أن يتم التوصل إليه خلال حدث على هذا المستوى يعقد للمرة الأولى على الإطلاق، وهو ما نعتبره على رأس القيم المضافة لاجتماعات قمتنا العربية الأوروبية الأولى. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، أنني واثق في أنكم ستتفقون معي أن نجاح قمتنا هذه لا يقاس فقط بما تم خلالها من نقاش ثري، وإنما يقاس بمقدار ما تتحول هذه القمة الناجحة إلى محطة جديدة لتعميق التعاون الممتد عبر التاريخ بين المنطقتين العربية والأوروبية. فنحن قد أرسينا دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية، مضيفين بذلك لبنة أخرى للصرح التعاون المؤسسي المشترك بين دولنا، ومؤكدين عزمنا على استكمال المسيرة لمواجهة التحديات التاريخية غير المسبوقة التي نعيشها في مطلع القرن 21. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نتابع هذا الحدث المهم جدا في سابقة هي الأولى من نوعها. نعم، هذه القمة هي الأولى من نوعها، لم يحدث من قبل أن عقد اجتماع بهذا المستوى بين الدول العربية والدول الأوروبية. زاد من أهمية وقيمة الحدث هو حرص قادة أوروبا معظمهم على الحضور. زاد من الأهمية أيضا أنه تم مناقشة كل القضايا بوضوح وشفافية، كل الأزمات اللي موجودة في المنطقة. قبل الفاصل كنت نوهت عن فقرة الزميلة إيمان الحصري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لا دي هتبقى بعد هذا اللقاء. اللقاء ده أيضا لا يقل أهمية، ليه؟ لأنه مع صاحب المنصب أو التكليف الذي استحدث خصيصا من أجل هذه القمة، أمين عام القمة العربية الأوروبية. لأهميتها شكل وكلف السفير رؤوف سعد بهذه المهمة وبهذا المسمى أمين عام القمة العربية الأوروبية، وبالتالي في النقاش معاه هيقول لنا إيه اللي دار، إيه أهم النتائج، إيه اللي قادم كمان، ما الذي هو قادم. سيد سفير أهلا بحضرتك. مساء الخير، أهلا بحضرتك. سيد سفير، منصب جديد، أولا ألف مبروك، وأن يكون مصريا برضو ده يعني كالعادة المصريون دائما سبقون في هذا الأمر. لكن الحقيقة الناس تسأل على الجوب ديسكريبشن، يعني على طبيعة الوظيفة، ما هي طبيعة التكليف، كيف كلفت، ما هي المهام، إيه الخطة اللي بتراها، خاصة أنه لم يكن هناك سابقة لمثل هذا النوع من القمم التي تجمع الزعماء العرب مع الزعماء الأوروبيين. قول لنا حضرتك كيف تناول هذا المنصب في أيامه الأولى. أولا بشكر حضراتكم على استضافتي، اثنين من أكثر المقدمين البرامج مرموقين في عالم الإعلام، وده كلام ليس مجاملة. هذا المنصب استحدث في، عايز قبل ما ابتدي في المنصب اقول لحضراتكم انه هذه القمه كانت معرضه لمتاعب كثيره، لانه سبق هذه القمه اجتماع في بروكسل في فبراير، واجتماع على مستوى وزراء الخارجيه للتمهيد للقمه، وادت الخلافات عدم حاله الاتفاق، وده يمكن هيفصل لنا بعض الامور، انه ما صدرش بيان عن الاجتماع الوزاري، ولكن استمرت المشاورات حتى تقرر قبل عقد هذه القمه بثلاثه اسابيع
تم الاتفاق على عقد القمة. يعني القمة دي لم تولد بسهولة يا سيد سفير. بصعوبة شديدة ولادة عسرة نتيجة وأظن ده كان أمر صحي جدا أنه من البداية نبقى واقعين مع أنفسنا مع الآخرين فأنه هناك قضايا نختلف عليها وأنه عفر الزمن عن أن ندعي أن لا توجد خلافات أو أن لا نواجه هذه الخلافات كما هي. وبالتالي كان هنا التكليف في لحظة متأخرة كان تكليف أن يتم تنظيم هذا المؤتمر وأنه بطبيعة الأمور كان لابد أن يبقى على أعلى مستوى من الإعداد المراسمي والشكلي والموضوعي. يعني ما أنكرش أن أنا كنت مستصعب هذا الأمر إنما يعني أستطيع أن أعترف أنه يعني أنا أفهم أن مصر علمت بهذا المؤتمر لا أقصد يعني الاستعدادات والجاستس اللي احنا شايفينها دي كلها كانت قبل المؤتمر بثلاث أسابيع. كل ما تراه تم في خلال ثلاث أسابيع الماضية. والله ده شيء يدعو للفخر يعني. ده يعني أنا فخور أن أنا أكون جزء من هذا. وبالتالي فكان التكليف أن يتم الإعداد لهذا المؤتمر تعقيدات تفاصيل كثيرة جدا جدا سواء مراسمية أو فنية أو موضوعية. إنما طاقم رائع من وزارة الخارجية وطاقم رائع من رئاسة الجمهورية تم بالتشارك بيننا تنظيم كل ما ترونه الآن. والحقيقة أنا يعني عدد من وفود قالوا نحن لا نظن أن أي دولة في أوروبا تستطيع أن تنجز مثل هذا الإنجاز. طب سيد سفير طالما حضرتك قلت أنه كان الاتفاق واضح نعم في خلافات تعالوا نتحدث في الخلافات بشفافية لأنه أحيانا في المؤتمرات يعني يتم التقاط الصور والتعبير عن أنه ما فيش مشاكل يا جماعة وما فيش أزمات. طب إيه أهم المشاكل والأزمات أو الخلافات في وجهات النظر حول أي قضايا بيننا وبين الدول الأوروبية؟ لو تحب أسمي بعض القضايا نبدأ بيها مثلا فليكن قضية إيران اللي واضح أن في مشكلة متعلقة بيها. يعني حضرتك عندنا قضايا خلافية قديمة ومستمرة على سبيل المثال موضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والخلاف. وأظن الرد بتاع سيادة الرئيس في مؤتمر صحفي يوضح كثير من الأمور. في قضايا فيما يتعلق بإيران زي ما حضرتك ذكرت ودي كانت أحد الأمور التي يعني أثارت بعض المتاعب في نهاية المؤتمر لأنه خلت من الإشارة إليها لأنه لم نستطع أن نتفق عليه. يعني أنا هنا عايز أقول ليه ذكرت المؤتمر الوزاري أنه لم يكن بالإمكان تحت أي ظروف أن تعقد القمة ولا يصدر عنها إعلان نهائي كما حدث في بروكسل. فبالتالي كان لابد توخي الحذر والحكمة في أنه يعني نصل إلى توافق حول ما يمكن الاتفاق عليه لأنه القمة ليس القصد منها أن نحل كل هذه القضايا الآن وإلا هتصبح قمة أو مؤتمر مثل غيرها من المؤتمر. هذه ليست حدث مجرد حدث دي بداية مهمة جدا لصياغة جديدة للعلاقات الأوروبية القائمة بس بشكل في إطار ظروف مختلفة تماما. وهي دي بقى القضية اللي أنا يعني لو سمحتوا لي نتكلم فيها. لماذا احنا مش عايزين ننسى أنه منذ التسعينات هناك ما يسمى الحوار العربي الأوروبي ويدور بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وأصبح حوار تقليدي نلتقي فيه ونلقي بالبيانات بخلافات أو باتفاقات ولكن ينتهي الأمر ونعود كل من إلى مكانه. حتى جاءت هذه اللحظة التي فرضت فيها الظروف المحيطة التغيرات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتغيرات التي تدور في المنطقة العربية فرضت نفسها أنه آن الأوان أن يلتقي الطرفان لكي يتعامل مع قضايا مشتركة تعاون مشترك بملكية مشتركة في المسؤولية وإيقان بأنه لا يوجد إمكانية الآن للتعامل مع هذه القضايا لا بعدد من الدول ولا بشكل ثنائي. لابد أن هناك تجمعين يرتبطا ليس فقط بالتاريخ والجغرافيا ولكن يرتبطا بقضايا وتحديات تفرض نفسها على الطرفين وبمصالح متعاظمة. لا صحيح و 12% من سكان العالم هم تقريبا الوطن العربي مع المجتمع الأوروبي لكن المواطن في الشارع العربي اللي بيسمعنا دلوقتي عايز يعرف من حضرتك وأنت الآن تستطيع أن نقول بشكل رسمي المتحدث الأول عن هذا الشأن
انه في هناك نقاط نعتقد نحن من وجهة نظرنا انها نقاط صحيحة. على سبيل المثال عندما ينصف البيان الختامي على او يطلب ان ينصف البيان الختامي على مبدأ استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كيف طرح هذا الامر وكيف قوبل من الجانب الاوروبي مثلا؟ يعني تعلمون حضراتكم ان كل الجلسات كانت مغلقة، وبالتالي يعني أنا لابد أن أحترم هذا، إنما لابد أن أحترم أيضا سؤال حضرتك. إنما المقصود موضوع التدخل في الشؤون الداخلية الحقيقة أنه بيتعلق بشكل أساسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. هناك اختلاف واضح، لا الاختلاف ليس في احترام حقوق الإنسان، إنما في تقدير كل من الطرفين لماذا تعني حقوق الإنسان. خليني أتكلم عن الاتحاد الأوروبي لا تبريرا ولا دفاعا ولكن توضيحا. الاتحاد الأوروبي بيعتبر أن نتيجة الحربين التي قامتا في أوروبا أن الإنسان هو يعني أكبر قيمة، أكبر خسارة، وبالتالي أصبح أكثر قيمة. فبالتالي هم يسمون أنه حقوق الإنسان دي جزء كأنه الدي إن إيه بتاع أوروبا، وهو مطالب أمام دافع الضرائب أنه هو دايما ده جزء من سياساته في علاقاته مع الآخرين. نحن نحترم ونقدر، إنما كما ذكر السيد الرئيس أنتم لكم ثقافات ونحن لنا ثقافات، لنا تقاليد ولكم تقاليد. هم في علاقتهم في يعني في كثير من الأحيان بيكون موضوع حقوق الإنسان ويبدو وكأنه شرط، بيمارس نوع من المشروطية، فبالتالي ده بيؤدي إلى أنه نوع من التدخل لمراقبة من وجهة نظرهم كيف يتم احترام حقوق الإنسان. موضوع آخر مثلا المجتمع المدني، نحن بنرى أن المجتمع المدني له دور هام جدا، وفي مصر عدد حوالي 48 ألف منظمة غير حكومية. الخلاف في هذا الأمر في أنه نحن نطالب ونصر أيا كان، نختلف على القوانين، إنما الأساس هو أن نعرف مصدر التمويل وكيف تنفق هذه الأموال في أي برامج. هم بيروا أنه الطبيعي التعامل مع المنظمات المجتمع المدني، وأنهم ليسوا بالضرورة ملزمون بأنهم يقدموا يعني ما يشبه التقرير، وإحنا مصممون على هذا. ومن هنا بنقول لهم ده احترام السيادة الوطنية، يعني ده أحد أنا أتفهم تماما طبيعة النقاش الدبلوماسي أنه بيبقى واقف على الكلمة، وهنا يوافق على حرف والتاني يوافق على حرف البيان الختامي، والحقيقة البيان الختامي 6 صفحات وفيه نقاط إيجابية كثيرة جدا، لكن مبدأ زي مبدأ التدخل ده فندم اعتقد انه اخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل الاروقه المغلقه زي ما سيادتك وصفتها. لكن من حق الشارع العربي انه يفهم، هل يتفهم الغرب انهم اوصياء على الشعوب العربيه من اجل ان يضعوا ثوابت معينه وفقا لثقافتهم؟ يعني لا استطيع ان احكم اننا في خلال 48 ساعه وصلنا الى نتائج محدده، وليس المقصود ان نحقق هذا. الحقيقه نحن في مرحله بدايه جديده، وعشان كده فتره 3 سنوات ليست معتاده فيما يتعلق بالقمم الدوريه، انما كان القصد ان نطرح كل الافكار وجها لوجه في بين كل الدول الأوروبية وكل الدول العربية فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية، وطرحت كل ملفات الساخنة. تحدثنا عن قضية فلسطين، تحدثنا عن ليبيا، عن سوريا، عن اليمن، وبوضوح وبصراحة. وأيضا هم تحدثوا في هذه الأمور في توافقات كثيرة، إنما عدد من الدول العربية يعني حرص على أن يشير إلى منع أو توقف عن التدخل في الشؤون الداخلية، لم يحددوا في أي مجال. إنما أنا تفسيري أنا الشخصي أنه هكذا ترتبط فكرة التدخل بموضوعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. لكن دعني يعني أقول لك تصوري الشخصي في هذا القضايا، في الأمر كله يعني زي ما قلت لحضراتكم كان في حوار عربي أوروبي لم يؤدي إلى نتائج. اليوم نحن نبدأ في ظل ظروف مختلفة تماما، في ظروف فرضت أن تعقد القمة الآن وفي هذه المرحلة، لأن التحديات بلغت مبلغ عظيم وفرضت على أنه لابد أنه يجلس الطرفان يتعامل بشفافية وعقلانية وندية واضحة حتى يصل إلى اتفاق.
لو لم يكن هناك اقتناع مسبق بأن هذه القمة ضرورية لم نكن نرى هذا الحضور الذي فعلا فاق كل التوقعات، يعني بالذات من أوروبا 27 من 26 دولة من 28 حضرت على مستوى رئاسي سواء رئيس دولة أو رئيس وزراء وهكذا في الجانب العربي. فبالتالي أنا يهمني من خلالكم أنه الرأي العام يتوقعش أن احنا تم التوصل إلى حلول. طبعا صامة أزمات متفجرة، بس لو قلنا مفاتيح للحلول سيد سفير، بس قبل ما نشوف القضايا التانية المتنوعة يعني نشوف نتابع بعض الكلمات اللي نشوف رئيس المجلس الأوروبي، يعني هنشوف هنلخص لكم بعض الكلمات المهمة اللي يمكن ان احنا نطلع منها ايضا معلومات ووجهات نظر وافكار. لقد قدرت جدا هذه الأوجه المتبادلة للتعاون والتي كانت واضحة جدا من خلال المحادثة. طبعا لم نكن نستطيع أن نوافق على كل شيء، ولكن أهم شيء في موضوع ربطة الفرس أننا استطعنا أن نتواصل في الأفكار وأن نحاول أن نجد أرضية وسطى لهذه المحادثات. اليوم طبعا نحن نقرر واتفقنا على أن نقوم بمواجهة التحديات والعوائق، وقد أدركنا أن الرفاهية والأمن لدينا ولدى الدول العربية هي بالطبع مترابطة ومتداخلة. العالم العربي وأوروبا يقف على وجه وعلى قدم المساواة من حيث التحديات والنتائج التي تترتب عليها. نحن علينا أن نكون مبتكرين جيدا وأن نكون قادرين على تمكين البيئة والإمكانيات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة. نحن طبعا أيضا متفقون على أنه يجب أن يكون هناك تكاتفا أكثر قوة بحيث نستطيع مجابهة الإرهاب والنزوح القسري وكل ما يترتب من أثار على الهجرة غير الشرعية عبر المياه أو الحدود الأرضية. ونحن مصممون على أن نعمل أن نحافظ على القانون الدولي والنظام الدولي الذي قد يتعرض لبعض التهديدات. طيب خليني أدخل مع سيادتك في النقاط الإيجابية، يعني مش كل الحوارات السياسية كلها نقاط سلبية. أيضا أنا شايف أنه في كلمات الحضور وفي لقاءاتنا الجانبية مع بعض الضيوف كانت هناك نقاط إيجابية. أنا بعتبر أن يتضمن البيان الختامي إشادة بالقضية الفلسطينية بهذا الشكل وإدانة تامة للمستوطنات، هذا مكسب كبير يعني. فقول لنا برضو حضرتك من وجهة نظرك ومن الكواليس ما هي النقاط الإيجابية التي رأيتها في هذه الاجتماعات؟ أنا الحقيقة يعني لم أرجو ما يكونش المستمع المشاهد يظن أن أنا بقول فيه قضايا سلبية، إنما أنا بتحدث بمنطق واقعي خلافية. ده واقع يا فندم، ما فيش يعني لا يعني بالعكس، القمة في حد ذاتها قمة، يعني عقد هذه القمة بيمثل إنجاز، يعني الإنجاز لابد أن يتحول إلى نجاح. حتى يتحول إلى نجاح لابد أن احنا نبدأ العمل في الانتقال من مرحلة البيانات وطرح النقاط إلى بقى طرح الحلول. القضية الفلسطينية كان ملفتا الحقيقة، أنه عدد كبير من الدول الأوروبية تحدث ليس فقط لمجرد تسجيل المواقف، لغة قوية، لغة تحدد أنه لا بديل إلا لحد حل الدولتين ولا بديل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 ولا بديل أن تكون القدس الشرقية عاصمة. هذا أمر يأتي في مرحلة، يعني هو تحدث عن القدس الشرقية في البيان الختامي لو رجعنا للصياغة على أن عدم المساس بالعواصم المقدسة لم يذكرها صراحة كده أنها عاصمة للدولة الفلسطينية. أنا يعني بس أنا بتكلم على بيانات، لكن هو موقف الاتحاد الأوروبي مشرف في هذا الأمر، مشرف في هذا الحديث عن ليبيا، عن حديث عن لبنان كل بس خلينا على ليبيا سيد سفير. يعني ليبيا
مشكلة كبيرة جدا. يعني مثلا إيطاليا بتعتبر ليبيا من مستعمراتها القديمة، بتتخانق مع فرنسا فيما يتعلق بأن هي السبب الذي قاد ليبيا يعني إلى هذا المأزق. من الواضح أن في حتى خلاف أوروبي يتعلق بالوضع في ليبيا. يبدو أنه يعني الحل ما زال صعبا أو معقدا. هل تم في مناقشات مباحثات يمكن أن تقود لمفتاح للحل؟ ما وصلتش إلى مرحلة ما يقترب من مباحثات، إنما كانت طرح للمواقف، إنه في من ناحية العامة الكل متفق على أنه لا بديل عن الحل السياسي، الكل متفق على تأييد مهمة المبعوث الأممي لهذا، لم يتطرق أي من الأطراف إلى خلافات بين الدول، لأنه ليس هذا المقصود الآن. المهم الطرح إنه في اتفاق أو توافق عربي أوروبي على أن هناك في مقاربة أممية في مبعوث لابد أن احنا نؤيده، وأنه لابد من التوصل إلى حلول تعيد لهذا البلد تماسكه الإقليمي ويتم في دحر الإرهاب وبصفة خاصة. وده كان تركيز مهم. مسألة الهجرة غير الشرعية، الهجرة الشرعية غير الشرعية تمثل واحدة من أهم القضايا التي سرعت من عقد هذه القمة. لأن حجم الخطر الذي تمارسه الهجرة ليست فقط في مهاجرين، دي بتؤثر في نظم حكم، بتؤثر الهوية كمان، هوية أوروبا يعني. هوية أوروبا بتؤتي بأحزاب يمينية إلى أحزاب يمينية متشددة ضد الأقليات وضد الهجرة، وهناك ظواهر الإسلاموفوبيا وخلافه. فبالتالي دي أحد القضايا بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وخلافه، دي كانت من القضايا الملحة التي أخذت قسط كبير من المناقشات، وكان يعني نغمة أو الإيقاع المشترك هو الساري في الحديث، أنه لابد أنه يعني، وده كان تأييد بقى الموقف المصري سواء بنتكلم على الهجرة أو الإرهاب، أن المقاربة الأمنية هي تتعامل مع كلا الظاهرتين من على السطح، إنما كلا منهما لها جذور، وان المدخل هو التنمية. اذا ده بينقلنا من الهجرة والارهاب الى التنمية، ومنها الى المصالح المشتركة. بالضبط، هي دي النقطة اللي ممكن منها ننطلق، انها ليست احتياج طرف الى اخر، ولكنها هي مصالح مشتركة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة. نستطيع ان نقول ان ايضا الوطن العربي معول عليه كثيرا من قبل الاوروبيين في هذا الشأن. سيد السفير، الإعلام دوره أن ينقل الرؤية الدبلوماسية بشكل مبسط إلى الشارع المصري. نعم، أرى من كلمات سيادتك ومن الكواليس أن هناك نجاحا من وجهة نظر الدبلوماسية، وأشعر في نبض المواطن في الشارع العربي أنه سقف توقعاته كبيرة جدا، لكن نحن نستطيع أن نقرب وجهات النظر حتى نصل إلى كما قال الرئيس السيسي قاعدة يمكن البناء عليها فيما هو لاحق. أنا بدعو سيادتك تشوف معنا لقاء نجحت زميلتنا دينا عصمت أنها تجريه مع رئيس قبرص، وهذا اللقاء يعني به ردود أيضا على ما دار في هذه القمة، هنشوفه مع حضراتكم ونرجع نعلق عليه. بمعالي رئيس قبرص نيكوس أنستاتيادس، في البداية أرحب بك معالي الرئيس، وكيف تصف هذه العلاقة المصرية القبرصية في هذا التوقيت؟ طبعا هذه العلاقات هي الآن في أفضل مستوياتها، كانت علاقات طيبة ولكنها الآن في أفضل مستوياتها، وعلاقات أخوية تربطنا، علاقات تعتمد على الاحترام المتبادل ومبادئ الأمم المتحدة، وهناك دعم وتعاون بيننا في كثير من المحافل الدولية. وطبعا نحن ككبرص نقوم بدور داعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه الرغبة في توطيد العلاقات بين الجانبين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تتبلور في إطار هذه المؤتمر الذي يعقد الآن، وسوف نواصل.
العلاقة المصرية القبرصية لها تاريخ طويل وممتد على مدار سنوات، لكن مستقبل هذه العلاقة في ظل وجود بعض الشراكات الاقتصادية الجيدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا خاصة في مجال الغاز، كيف ترى مستقبل هذه العلاقة؟ طبعا هذه العلاقات تعتمد على أسس قوية، وعلى هذه الأسس القوية التي بيننا تم بناء ما نحن في اليوم، وهذه التعاون سوف يؤدي إلى أفضل النتائج ولا سيما في مجال التعاون في مجال الطاقة. وهذه العلاقات نمت وسوف تنمو، وذلك بفضل حكمة الصديق العزيز رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. لكن هناك تحديات جامة خاصة فيما يخص الجانب التركي تجاه هذه المشروعات ما بين مصر وقبرص في مجال غاز المتوسط، كيف تصف هذه التحديات وكيف يمكن العبور منها بسلام؟ طبعا مصر وقبرص لا تقومان باستفزاز أي طرف آخر، فتقوم علاقاتهم على احترام قانون البحار ولا تريدان أي نزاعات مع تركيا، ولكن تركيا من خلال ما تقوم به ضد قواعد القانون الدولي هي التي تؤدي إلى هذا الموقف الصعب. نحن لا نريد أن نستفز أحد طالما يحترم السيادة واستقلالية واحترام متبادل بين جميع الدول. كل قادة أوروبا هنا، كلهم تحدثوا ناقشوا تباحثوا قضايا في غاية الأهمية تتعلق بمشاكلنا وأزماتنا المعقدة أيضا. سيد سفير، لو خدنا قبل كده في موضوع الهجرة غير الشرعية، كانت الدول الأوروبية بتتعامل معاه بالمفهوم الأمني، يعني تبعت معدات لبعض الدول اللي على البحر الأبيض المتوسط تساعدها، يعني تقول لهم خدوا قوارب ذات تكنولوجيا عالية، معدات معينة لمواجهة ذلك. يعني هل المفهوم تغير تبدل، بمعنى ان التنمية مهمة جدا، القضاء على مشكلة البطالة اللي بتدفع الناس للذهاب للموت عبر البحر بهذا الشكل، هل كان في مباحثات تتعلق بذلك؟ هل اقتنعوا بهذا المفهوم؟ تطور هام جدا، قد لا يكون الى حيث ما نريد، انما تطور هام، ووضح ايضا في علاقاتنا المباشره مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بهذه القضيه، لانه مع الححنا على انه حتى ندخل في تعاون في هذا لابد ان نتعامل مع القضيه من مدخلها الامني ونحن نتولاه، وايضا مدخل اقتصادي يتعامل مع جذور هذه القضيه، بحيث انك انت بتجهد او بتمنع الانسان ان يتحول اما انه مهاجر غير شرعي او حتى ممكن يتحول الى ارهابي. الترجمه الفعليه لهذا انه كان في يعني تقرر مبلغ للمساعدات فيما يتعلق بهذا الامر، بعد ما المفاوضات مكثفه تم رفع هذا المبلغ 6 أضعاف، بعد ما اقتنعوا ان المساله نحن لا نريد، اولا لا نريد مساعدات، يعني ما يقدموه نحن ده هذا يعني هي استثمار. لا تسمى مساعدات، هي لصالح الجانب الاوروبي ايضا، استثمار لمصلحته، ودي مساله يعني بنشدد عليها، لان احنا كمان مهم قوي، ودي اظن احد الامور التي لكن لم يتم التحدث عنها بشكل واضح، انما يعني تمثل مكون هام فكرة المانح والمتلقي. لابد ان هذه الفكرة، نحن لا انا شخصيا دائما
أعارض فكرة أن لا نريد مساعدات، وأقول لهم ما تقدمونه من مساعدات هي استثمار لمصالحكم ولصالحكم. فبالتالي هذا الاقتناع أصبح مسألة مستقرة، تحتاج طبعا إلى مزيد من التطوير، تحتاج أنه يبقى في فكرة أنه الاتفاق بين كل الأطراف الأوروبية والأطراف العربية أنه هذا هو، ده ليس اختيار وليس تفضيل لدولة أو لأخرى، إنما هو مكون جوهري أساسي في التعاون المشترك فيما يتعلق بالسياسة. نتابع، احنا بنتابع مع حضرتك كلمات بعض الشخصيات المهمة جدا في المؤتمر. نشوف سفير فرنسا، نعم السفير الفرنسي، نشوفه في، يعني بنجيب لكم بعض اللقطات المهمة جدا، بعض التصريحات سواء على المستوى الخاص اللي احنا عملناه بشكل خاص من خلال مراسلينا او اللي كانت في المؤتمر بشكل عام. سيادة السفير، شكرا جزيلا لأن تكون معنا، وطبعا نحن نعرف أن هذه القمة في غاية الأهمية لأنه حوالي 48 من رؤساء الدول قد حضروا، فأحب أن أعرف كيف تقرأ هذا السيناريو وكيف ترى أنه هناك هذا الإيجاد بين الطرفين. أولا أشكرك لوجودي على الجي أم سي، طبعا كما قلت فإن هذه كانت فرصة رائعة جدا أن يكون هناك تعاونا بين الجانبي الأوروبي والعربي، وأعتقد أن هذا نجاح باهر أن يكون هناك في نفس المكان وفي نفس الوقت القادة الأوروبيين والقادة العرب. أعتقد أن هذا في حد ذاته يعتبر قمة النجاح، كان التنظيم رائعا جدا وكان أيضا التوقيت رائعا جدا أن يكون تنظيم هذا أو هذه القمة ما بين جامعة الدول العربية بما تحتوي من 49 دولة والاتحاد الأوروبي بدوله. هل كانت هناك تحديات؟ كيف ترى هذه التحديات؟ هناك ثلاثة موضوعات قد تم مناقشتها خلال هذه القمة. أولا بالطبع الكوارث الإقليمية أو الأزمات الإقليمية. نحن في ليبيا نواجه طبعا كوارث كثيرة، في اليمن، في سوريا، وكل هذه الكوارث كان من شأنها أن يتم التناقش حولها بحيث يتم توحيد الجهود من أجل الوصول إلى القرارات للاستقرار. أما الجانب الثاني فكان التهديدات المشتركة. نحن نعلم أن أوروبا والعرب بالطبع هم يحاولون أو يواجهون نفس المشاكل من حيث الهجرة غير الشرعية والإرهاب وكل هذا، بالطبع هذا يؤثر على البلاد العربية وعلى البلاد الأوروبية على قدم المساواة. كانت هذه النقاط. أما النقطة الثالثة طبعا كانت تعقيبا على هذا، هو كان مناقشة التقلبات المناخية بما يتعلق عليها من نتائج لأوروبا والوطن العربي. سيادة السفير، أحب أن أعرف فيما يتعلق بالحلول من المنظور الفرنسي، ماذا قدمت فرنسا من حيث الاقتراحات أو القرارات التي تقدمت بها فرنسا في هذه القمة؟ تعلم أن فرنسا طبعا لها تاريخ طويل وباع طويل في هذه المنطقة. نحن لنا علاقات جيدة جدا وقريب جدا من مصر فيما يتعلق بالمجهودات التي نبذلها معا. مثلا كمثال بالنسبة لأزمة ليبيا هي مهمة جدا بالنسبة لمصر، وهي أيضا مهمة جدا بالنسبة للدول الأوروبية وبدأت إلى فرنسا، وبالتالي قررنا أن نعمل معا نحن ومصر من أجل الوصول إلى قرار أو إلى حل استقراري في ليبيا. وبالطبع كانت هناك اجتماعات كثيرة جدا بين المسؤولون رفيع المستوى في مصر وفي الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من حيث نحاول أن نجد
الطرق المثلى لعملية السلام. إذا بالنسبة لهذه الأزمات الإقليمية ترى حينما تتضافر الجهود بيننا وبين بعض يكون هذا بمثابة الطريقة الرائعة والمثلى للتقدم في هذا الأمر، مما يؤثر طبعا بالآثار الإيجابية المترتبة على الدول الأوروبية والدول العربية. أعتقد أن هذه كانت هي من أهم الرسائل القوية التي تم توجيهها. سيادة السفير، بالنسبة للاتصالات بين الجانب الأوروبي والجانب العربي، هل تعتقد أننا نستطيع أن نتعامل معا في المستقبل من أجل مواجهة التحديات؟ أوروبا والعالم العربي هم ليسوا كوكبين مختلفين، بالعكس نحن جيران ونحن نتشارك في الجغرافيا، وأيضا هناك تضافر كبير وتداخل بين شعبنا والشعوب العربية. أعتقد أننا يجب أن نعمل معا، وأعتقد أننا يجب أيضا أن نرحب بهذا المبدأ التضافري والتعاوني بيننا وبين الدول العربية. ونتيجة هذا هو طبعا هذا المؤتمر والمؤتمر الآخر الذي تم تقريره في الأيام في السنوات القادمة. يعني بنعود لحضراتكم مرة تانية، أرى أن كثير من التصريحات من الجانب الأوروبي في أغلبها إيجابية. وسيد السفير قال لنا معلومة هامة جدا، أن مصر كدولة استطاعت في 3 أسابيع فقط أن تستضيف كل هؤلاء. يعني يمكن أعتقد، ودي وجهة نظر شخصية، أن كثير من الدول الأوروبية قد تعجز عن استضافة حدث بهذا الحجم في هذا الوقت الضيق جدا. لكن سيادة السفير، زي ما قلت لحضرتك، في نص في البيان الختامي بيقول أن على الدول الأعضاء إيجاد آلية في حكومتها لتنفيذ ما ورد في البيان الختامي. وهنا يجي بقى دور مستحدث للأمين العام اللي حضرتك يعني بتتولاه للمرة الأولى. ما هي الآلية؟ يعني هنبتدي إزاي من بكرة، من هنا لحد 2022 عندما نعود إلى بروكسل في الدورة الثانية لهذه القمة؟ أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لأنه هذا ما بدأنا نبحثه فعلا، لأنه طرح الآلية كلمة عامة جدا، إنما لابد أن احنا نبحث أنه بعد 3 سنوات مش هننتقل من الآن ل3 سنوات قفزة دون أن يحدث بينهما ما يمهد إلى الوصول إلى القمة الثانية. بالتالي احنا يعني بغدا إن شاء الله سوف نبدأ في بحث كيفية إنشاء آلية مؤسسية، ليست مؤسسات كبيرة، المؤسسات الكبيرة يعني دائما بتعقد من الأمور، إنما آلية بمعنى إن احنا نبدأ في الترتيب لكيفية الانتقال من مرحلة البيانات العامة التي سمعناها إلى مناقشة قضايا محددة بشكل، ليكن مثلا أن يتم تحديد جدول بورش عمل فيما يتعلق بقضايا أساسية، ممكن برامج مشتركة فيما يتعلق بكيفية زيادة التوعية في قضايا متعلقة بالإرهاب أو الهجرة غير الشرعية وخلافه. إنما يعني لسه لم نصل إلى بلورة نهائية، لأننا انتهينا فقط اليوم، إنما كان الاتفاق ان احنا لا نستطيع يعني ما نقدرش نذهب الى بروكسل في مرة واحدة، يعني هناك خطوات صحيح، وبدون ان يكون هناك اتفاق انه في جانب تنظيمي او مؤسسي صغير نواة صغيرة تستطيع انها تتابع وتبدأ في مرحلة دراسات متعمقة لكل من في قضايا مرهونة بما يحدث على الأرض، في قضايا دولية. أنا مش عايز أثقل على سيادتك في شرح هذه المهمة، خاصة أنها مهمة جديدة، لكن أشعر وحضرتك صحح لي أنك متفائل. يعني عايز أقول لحضرتك متفائل بصراحة، أنا لا أضع أمامنا كمصر كدولة استضافت هذه القمة التاريخية إلا النجاح، مش لمجرد أن احنا نحقق نجاح، لأنه زي بقول لحضرتك أنه أظن أكبر نجاح تحقق في هذه القمة هو انعقادها والاقتناع أنه هذه بداية مرحلة عمل مشترك ومسؤولية مشتركة، لا فيها
مانح ولا متلقي، لا فيها من يضع شروطه صحيح. ومن يقبل صحيح. الأمور دي طرحت بشكر حضرتك سيد سفير، وإن شاء الله زي ما حضرتك قلت النجاح أو النجاح ما يعني، لأنه بالتأكيد النجاح ظهر واضحا من اللقاءات التي عقدت ومن القضايا التي نقشت. سفير رؤوف سعد الذي استحدث من أجله هذا المنصب أمين عام القمة العربية الأوروبية، ألف شكر. شكرا. أنا بشكر حضراتكم. مكملين معاكم لسه بعد الفاصل لقاء في غاية الأهمية، الزميلة إيمان الحصري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبعدها هنكون معاكم في نهاية الحلقة علشان نلخص معاكم أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه القمة. القمة العربية الأوروبية اللي بتستضيفها مصر بمبادرة مصرية خالصة وافق عليها الزعماء العرب ورحب بيها قادة أوروبا، هذه القمة اللي خرجت في محاولة لإيجاد حلول مشتركة لقضية الإرهاب أو حتى إيجاد حلول لقضايا وأزمات كثيرة تواجه المنطقة. انعقاد القمة في حد ذاته على أرض مصر هو نجاح، يعني مجرد الانعقاد هو نجاح. لما نتكلم على تقريبا 49 زعيم وقائد من الدول العربية ومن دول أوروبا موجودين في مصر على مدار اليومين اللي فاتوا، فده في حد ذاته انتصار كمان للدبلوماسية المصرية وانتصار للدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه خرجت النهاردة القمة في الختام بعدد من التوصيات. هذه التوصيات أو الحلول من شأنها إذا ما تم تطبيقها بالتعاون ما بين الطرفين، الطرف العربي والطرف الأوروبي في الفترة القادمة، أنه يكون في حلول حقيقية بإرادة حقيقية لهذه الأزمات. برحب بضيفي في هذه الفقرة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هل بنبالغ لو قلنا بأنه بالفعل انعقاد القمة امبارح ونهاردة بهذا الشكل وبهذا التمثيل هو انتصار حقيقي للدبلوماسية المصرية أو للدولة المصرية كمان بشكل عام؟ هو إقرار مكانة مصر وشعب مصر ومركزية الدور اللي بتلعبه مصر والرؤية اللي بيطرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسة اللي بينتهجها منذ توليه السلطة، والتي جذبت اهتمام كثير من الشركاء منها الشركاء الأوروبيين. بالتأكيد أن انعقاد القمة في مصر وهذه القمة وخر انعقادها في مصر في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بين المجموعتين من حوالي سنتين، وكانت التطورات في المنطقة والتفاعلات أرجأت انعقادها حتى الآن، ولكن النجاح في إقناع الدول الأوروبية جميعا وتوجه لعقدها في مصر أتى بتفاعل قوي من قبل الشركاء الأوروبيين وأيضا من قبل الأشقاء العرب لاهتمامهم بإطار التعاون بين المجموعتين، ولكن أيضا تقديرهم لاستضافة مصر وطرح مصر للاستضافة والتفاعل من قبل المجموعتين والاهتمام بالمشاركة على هذا المستوى الرفيع العالي، هو بالتأكيد تقدير لمكانة مصر وشعب مصر. لما بيكون في هذه النوعية من القمم اللي بيكون فيها حضور وتمثيل على مستوى عالي من قادة وزعماء، وبيكون في بعض الأحيان توترات مثلا ما بين بعض الدول، خلينا نتكلم مثلا على مثال دولة قطر. تمثيل قطر شفنا أنها لها هذا التمثيل، مين اللي بيحدد تمثيل الدولة إذا ما كان في هذا النوع من التوتر في العلاقات؟ وهل بالفعل مصر بتقدم الدعوة لهذه الدولة أيا كانت يعني زي بقية الدول؟ مصر ملمة تماما بمسؤوليتها في نطاق الجامعة العربية، وعندما تنظم فعاليات دولية أو إقليمية لديها من الرصيد من الممارسة الدبلوماسية والدولية الطويلة لتجعلها تتعامل مع هذه الأمور بحرفية وبإتقان وبمراعاة للاعتبارات السياسية أيضا. بالتأكيد عندما نوجه دعوات لأشقاء ودول تربطنا بها علاقات وثيقة يتم ذلك في شكل معين،
وعندما نوجه الدعوة من منطلق مسؤوليتنا في الإطار الإقليمي لدولة للأسف يعتري العلاقة فيها أنها منقطعة بشكل رسمي، فيتم توجيه الدعوة بشكل آخر، بشكل تم من خلال مذكرة رسمية أرسلت لقسم رعاية المصالح لنقلها إلى الطرف المدعو، وتتضمن صياغة دبلوماسية محكمة بتوجيه الدعوة للدولة لإفاد من يمثلها، طبعا مع الأخذ في الاعتبار أنه في وصف لهذا الحدث بأنه قمة، وهذا في حد ذاته يبقى قمة كمان. ولكن طبعا أي دولة لها مطلق الحرية في أنها تحدد مستوى التمثيل، إذا ما استجابت بأن تمثل على مستوى القمة في قمة فهذا شأنها. يعني الداعي هو مش اللي بيحدد لا طبعاً مستوى التمثيل، الدولة المدعوة. الدولة الداعية بتحيط علما بالظروف المرتبطة بالحدث، ودعوة الدولة للمشاركة فيها، وللدولة المدعوة أن تتخذ القرار الذي يتلائم مع سيادتها ومع توجهاتها. بالتأكيد أنه زي ما قلت أنه ظروف العلاقة مع دولة مثل قطر ومنقطعة العلاقات الدبلوماسية معها تجعل أسلوب توجيه الدعوة مغاير عن ربما أسلوب توجيه الدعوة للمستشارة الألمانية مثلا على الجانب الأوروبي، أو لخادم الحرمين الشريف على مستوى الأشقاء في الدول العربية، التي يأتي من خلال خطاب له طابع شخصي من قائد الدولة الداعية إلى قائد الدولة المدعوة. يبقى من الرئيس مباشرة، رئيس الدولة. ده المألوف في ظل العلاقات الطبيعية طبعا، والعلاقات اللي فيها خصوصية. لكن لو في برنامج كلمة مثلا لكل قائد لكل دولة بياخد حقه أو طبعا المراسم الرسمية بتمشي بشكل طبيعي. بتنظيم هذه الأمور كلها بتخضع لأشكال متعارف عليها دوليا ودبلوماسيا، بأنها تكون ترتيب الكلمات بأسبقية الطلب الكلمة، أو ترتيب الكلمات يتم من خلال أقدمية الرؤساء المشاركين سواء من حيث توليهم السلطة، أو أحيانا يوظف فكرة السن والأقدم سنا يأخذ، فهي يعني أطر تنظيمية مختلفة كلها صحيحة وكلها مقبولة. هل كمان بتكون هذه نوعية من اللقاءات داخل القمم هل بتكون فرصة لإدابة الجليد؟ يعني مثلا دولة زي إيطاليا وكان في توتر أيضا في العلاقات، لكن ليها حضور وحضور يعني بتمثيل عالي برئيس الوزراء، هل ده معناه أنه بيحصل أحاديث حتى جانبية؟ يعني إحنا عارفين أنه اللي بيتم في الغرف المغلقة ربما يكون أهم حتى من اللي بيعلن في الإعلام، هل ده معناه أنه ممكن تشهد العلاقات تاني يعني بشكل طبيعي؟ يعني السيد الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا اجتماع منفرد بناء على طلب رئيس وزراء إيطاليا، كانت فرصة طيبة لمراجعة العلاقة الثنائية بين البلدين، سواء كانت العلاقة السياسية العلاقة الاقتصادية، وطبعا لنا علاقات وثيقة وممتدة مع إيطاليا، أيضا الاهتمامات المشتركة بالنسبة للصراعات القائمة في منطقة جنوب المتوسط. ليبيا بالتأكيد تمثل أهمية كبرى لإيطاليا للقرب الجغرافي للمصالح الإيطالية، فكل هذه الموضوعات بتكون محل مناقشة. وكان أيضا العلاقة الثنائية المصرية الإيطالية وما اعتراها خلال الفترة الماضية من توترات متصلة بحادث ريجيني، نعم، كانت محل أيضا تناول في هذه القمة كمان خلال اللقاء الثنائي الذي جمع رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس المصري لتأكيد مرة أخرى على المسار القضائي القائم على خصوصية ما يتم منحه لإيطاليا من تعاون غير مألوف، أن يتعاون النائب العام المصري مع جهات تحقيق خارجية، ولكن هذا تم تقديرا للعلاقة الوثيقة اللي بتربط مصر بإيطاليا والاهتمام المصري بهذه القضية
وطمأنة شركائنا في إيطاليا بأن الإجراءات القضائية كلها تتم بشكل إيجابي، بشكل مراعي لقواعد التحقيق والقواعد القانونية. فمرة أخرى كان تأكيد على هذا كل هذه المعاني، وكان هناك أيضا مع اهتمام رئيس الوزراء الإيطالي، فكان تصور أنه أبدى تفهم لهذا القدر من التعاون والاهتمام المصري، وأيضا عبر عن اهتمام بمواصلة تنمية العلاقة وتجاوز أي عثرات في العلاقة الثنائية. نفس الشيء بالنسبة مثلا لبريطانيا، يعني شفنا برضو حضور عالي المستوى من تريزا ماي رئيسة الوزراء، لكن حضر الطيران إلى مصر من قبل بريطانيا يعني لم يرفع بعد. هل تم الحديث عن هذا الأمر؟ هل ممكن يشهد أي تغيير في الفترة الجاية؟ لم يجتمع السيد الرئيس مع رئيسة الوزراء بريطانيا نظرا لضيق الوقت واختلاف مواعيد والضغوط طبعا الكبيرة على برنامج السيد الرئيس في الطلبات الثنائية التي سعت لعقد لقاءات مع سيادته. طبعا التزامات في إدارة الجلسات والتواجد بجانب الرئيس توسك وتبادل الجلسات وإدارتها وضع قيود على وقت السيد الرئيس، وبالتالي لم يتسنى له اللقاء العدد كبير من الزعماء الذين طلبوا لقاؤه، فلم يتم هذا اللقاء، وبالتالي لم يتم التطرق إلى قضية عالقة في إطار العلاقة المصرية البريطانية، وقضية تحتاج إلى تفسير من قبل بريطانيا للإجراء الذي تتخذه. نأمل أن يكون هناك تفاهم لدى بريطانيا من التأثير المترتب على الشعب المصري وعلى الاقتصاد المصري من هذا القرار. الرئيس النهارده اتكلم في النقطة دي في الختام. طبعا بالتأكيد ونحن نتفاهم عندما تكون هناك شواغل، وبذلت مصر على مدى الثلاث سنوات الماضية بإقرار كثير من شركائها، بل بإقرار بعض الفنيين البريطانيين بأن مصر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين وتعزيز تأمين مطاراتها وإجراءاتها الأمنية بصفة عامة. فيعني شرم الشيخ الحمد لله دائما كانت آمنة، وما نقدرش نقول أنه ربما الأحداث اللي تعرضت لها والضحايا اللي سقطوا من جراء الإرهاب في طبعا فرنسا وفي بلجيكا يفوقون عددا أي أحداث، والحمد لله شرم الشيخ دائما كانت آمنة ولم تتعرض إلى أحداث فردية. وجود العدد ده من القادة والتأمين على أعلى يعني مستوى، فأعتقد أن دي حد ذاتها رسالة مهمة كمان. يعني حتى في غير وجود القادة، يعني شرم الشيخ في الحقيقة بتنعم بأمنه وبتنعم برعاية خاصة من قبل أجهزة الدولة لأهمية شرم الشيخ للاقتصاد المصري والغردقة والأماكن السياحية الأخرى كلها. الحكومة المصرية بتولي وبتقوم بإجراءات تأمين كبيرة وبتتكبد أعباء مالية ضخمة لتأمينها حتى توفر للسياح الإحساس بالأمان وتضمن أن يقضوا أجازاتهم ويستفيد الاقتصاد المصري من عوائد هذه السياحة. النهارده الرئيس كان بيخاطبهم وبيكلم العالم وبيقول لهم أنه الجمال اللي احنا شايفينه في شرم الشيخ، هذا الامان وهذا الجو وهذا الجمال، انه يعني ليه تكلفه كبيره، وهو فكره التامين الشديد زي ما حضرتك قلت لخصوصيه شرم الشيخ كمدينه سياحيه عالميه. وكان بيتحدث عن الارهاب وعلى فكره محاربه الارهاب، وانه اذا لم تتخذ الدوله المصريه كثير من الخطوات اللي فاتت ما كانش هيبقى الوضع على ما هو عليه. بمناسبه الارهاب والحديث عن الارهاب وتغيير الصوره اللي بيحاول البعض يعني تشكيل وجدان وعقل العالم بأنه مصر يعني بتتعامل مع الإرهاب بصورة خاطئة، حضرتك بكرة متوجه إلى جنيف لإلقاء كلمة مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ماذا ستقول يعني نيابة عن مصر علشان توضيح ما يحدث في مصر وتغيير الصورة الخاطئة عن الأحداث في مصر؟ يعني إذا كنت يا حضرتك بتتناولي قضية الإرهاب، فيعني لا نرصد أنه في أي نوع من التحفظ إذا تعامل مصر مع قضية الإرهاب، فهو خطر
وارد في كل دول العالم اليوم، وتأثرت به أوروبا مثلما تتأثر به مصر. مصر طبعا تتأثر بشكل ربما أكثر كثافة نظرا للاستهداف المتواصل من قبل التنظيمات الإرهابية وتواجدها في المحيط المباشر لمصر، في ليبيا، في النهاردة انتشار الإرهاب الذي تقلص في العراق ولكن له أيضا تبعات، وفي الوضع في سوريا، وكلنا نعرف الوضع الحالي في إدلب وتمركز عدد كبير من الإرهابيين. يعني نحن نتعامل مع الإرهاب بحزم اللازم للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية واستهداف المواطنين الأبرياء أو استهداف قوات الأمن، وسوف نظل على هذا المنهج. في الحقيقة هو ما يجب أن يشار إليه هو اختلاف في أسلوب تناول قضية الإرهاب من قبل شركائنا الأوروبيين. أنا أذكر بس أنه عندما حدثت العمليات الإرهابية في فرنسا كانت هناك هبة من على مستوى دول العالم في تعاطف مع ما تعرضت له فرنسا، وكان هناك حديث عن ضرورة عدم الخضوع لهدف الإرهابيين بتغيير منهج الحياة، بل علي على المواطنين زيارة فرنسا وزيارة باريس ولم تتأثر كل هذه الدول اللي شهدت عمليات إرهابية بأي شكل، لا سياحيا ولا اقتصاديا. ما هو لأنه هناك تعاطف وهناك رغبة في أن يستمر زوار المسارح والمطاعم وعدم التأثر والانصياع لهدف الإرهابي بتغيير أسلوب الحياة أو التأثير على المقومات الاقتصادية. وهذا يجب أن يكون أيضا في إطار ما نتعرض له. ليس هناك دولة تستطيع أن تمنع أو تقول أنها قادرة على أن تمنع الإرهاب 100%، ولكن دائما نقرر بأن مصر تبذل جهد 100%، وهذا هو غاية ما تستطيع أي دولة أن تقوم به. ولكن نحتاج أن يكون هناك وحدة في الإجراءات، وحدة في أسلوب التعامل زي ما وضحت، أن يكون دائما هو التعاطف وتعديد الدول المستهدفة من الإرهاب في تعزيز قدراتها، تعزيز قدراتها الأمنية، تعزيز الأجهزة التي ترصد العمليات الإرهابية وتستطيع أن تبادر بمنع وقوع الأحداث الإرهابية وتعرض المواطنين الأبرياء. وهذا هو الذي يعزز من قدرتنا على القضاء على الإرهاب. والأسئلة اللي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكرارا وآخر مرة كانت في ميونخ هي أن المجتمع الدولي عليه أن يجيب عن أسئلة هؤلاء التنظيمات، من أين تأتي بالأسلحة، من أين تأتي بهذه السيارات التي توضع عليها الأسلحة، هذه السيارات تباع وتشترى في الأسواق العالمية، من أين تجد الملاذ الآمن، من أين تجد الدعم من قبل بعض وسائل الإعلام، وكيف يتسنى للمجتمع الدولي أن يغض الطرف ويتغاضى عن كل ذلك ولا يجيب عن هذه الأسئلة. من أتى بهؤلاء المحاربين الأجانب وسكنهم في الوطن العربي وأتاح لهم فرصة حيازة الأراضي في النطاق العربي؟ فكل هذه الأسئلة لابد أن يجيب عنها المجتمع الدولي، لابد أن تكون هناك إجراءات حقيقية للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها سواء أمنية أو أيضا من حيث آليات التواصل الاجتماعي التي توظف للترويج لفكر الإرهاب، التواصل فيما بين المنظمات الإرهابية، لوضع وإصدار الأوامر والتكليفات للقضاء، لاستقطاب المؤيدين، أو حتى لبث أخبار يعني أو محاولة الترويج لمفاهيم مغلوطة تماما زي أحكام الإعدامات الأخيرة معالي الوزير، طبعا يعني توظيفها لاستهداف مصر من خلال انتقاد في أمور في الحقيقة متسقة مع القانون ومتسقة مع الثقافة ومتسقة مع الحضارة القائمة. فكلها أمور في الحقيقة محتاجة أن يكون هناك وحدة هدف وإجراءات تتفق عليها الدول جميعا،
وربما مثل هذه الاجتماعات هذه القمة، وأن كل كان يتحدث عن ضرورة مقاومة الإرهاب وضرورة وضع آليات وإجراءات تشترك فيها كل الدول سواء العربية أو الأوروبية للقضاء على هذه الظاهرة. بمناسبة السوشيال ميديا أو حتى المحاولات الخارجية لتغيير الحقائق، يعني شفنا أحكام الإعدامات الأخيرة اللي حكم فيها مثلا في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، شفنا محاولة لتزييف الحقائق رغم أنه يعني الحقيقة واضحة، وكان في 4 سنين من المحاكمات، والنهاردة الرئيس كان بيتكلم على مفهوم الإعدام، يعني مفهوم الإعدام أو القتل في أوروبا مثلا خلاص بيتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن الرئيس اتكلم على أنه ده بيخالف طبيعة والدين وفكرة القصاص اللي موجودة يعني في الحضارة المصرية. كمان إزاي ممكن نغير هذه المفاهيم علشان نقول أنه لدينا بعض الثقافات اللي ربما أوروبا ما تقبلهاش كما إحنا كشرقيين لا نقبل بعض الثقافات الخاصة. يعني أنا عايز أقول يعني فكرة الاعتماد على الإعدام كأحد الوسائل العقابية، مصر ما هيش الدولة المتفردة بيها، ولكن هذا شائع في دول وثقافات عديدة. نعم. فأولا ليس هذا أمر مصر فقط معنية به، ولكن ما تحدث به الرئيس في محله تماما، أنه كل تطور مجتمعي هو مرتبط بالحضارة والتاريخ والثقافة والقبول المجتمعي لهذا الإجراء، وهذا ما يجب أن يكون عليه، لأنه سمة العالم هو التنوع والاختلاف، ولا نضع قالب واحد يجمع بين كل الدول والشعوب، وإنما في هذا التنوع إثراء للمسار الإنسانية وتقدمها. ده لا يعني أنه هناك فترة انتقال في المفاهيم وانتقال لها، ولكنها مرتبطة بمكونات كثيرة وعناصر كثيرة في إطار الحوار المجتمعي وفي إطار ارتقاء المجتمع وفي إطار تطوره ومستوى التعليم والثقافة التي تصل إلى نقطة معينة. فلا أحد يسائل أوروبا في قرارها بإلغاء هذه العقوبة، وبالمثل لا يجب أن نسائل لماذا نطبقها طالما أنها يتم تطبيقها في إطار تنظيم من القانون والقواعد التشريعية المنضبطة اللي بتكفل. طبعا هي عقوبة بلغة الصعوبة، وبالتالي دائما القضاء يتحرون درجات عالية من الدقة والتقصي والوثوق لدى ضمائرهم بأنه الجاني هذا الحكم بالتحديد طبعا أنه الجاني فعلا يستحق هذه العقوبة نظرا لجسامة الجرم الذي اقترفه. مفيش حد يقدر ينكر في العالم كله انه الدبلوماسيه المصريه حققت نجاح غير مسبوق، وخاصه بعد ثوره 30/6، لانه الوضع كان بعد 30/6 طبعا مغير بنسبه 180 درجه عن الوضع الان، لكن ما زال في بعض الاساءات التي تتعرض لها مصر من دوله بالتحديد، خلينا نقول من تركيا، او تاتي بعض الاساءات على لسان رجب طيب اردوغان. في هذه الحاله كيف ترد الدبلوماسيه المصريه ولا لا ترد؟ يعني في الواقعة دي بالتحديد زي ما يمكن صرحت بالأمس إن احنا لن ننزلق إلى هذا المستوى في الحقيقة، فإنه مستوى يعني هبتعد عن أني أوصفه، لأننا ما نشهده في اليومين الماضيين في شرم الشيخ هو رد كافي، وربما هو الدافع لما صدر، لأنه هذا الجمع أن يتواجد في مصر مش بالسهل أن يتكرر ربما في موقع آخر. صحيح. هذا الجامعة ليس مصر لا تسعى لإقرار موقعها أو قدرتها أو قدرات شعبها، وإنما هي تتحدث عن نفسها يعني زي ما بيقولوا، وبالتأكيد أنه هذا المؤتمر يتحدث عن ما هي مصر وما هو قيادة مصر والاهتمام من قبل الأشقاء ومن قبل الشركاء الأوروبيين بأن يحضروا بهذا المستوى العالي، هو في حد ذاته رد كافي على مثل هذه ده رد على الأرض. لكن إمتى
يعني تطر ك يعني وزاره خارجيه انها ترد؟ امتى بترد؟ يعني ده كل حاله على حده بيتم تقييمها، وكان في مناسبات سابقة كان فيها ردود سواء من قبل تصريحات أو من قبل بيانات أو من قبل عدم الرد، وأحيانا عدم الرد بيكون أقوى. دايما العلاقات ما بين الدول بيقولوا بتجمعها المصالح، والعلاقات بتتغير، يعني عدو الأمس قد يكون صديق الغد والعكس تماما. هل بتتوقع أنه ربما في القريب العاجل مع بعض التغييرات اللي تحصل أنه ممكن تكون دولة هي ليست صديقة اليوم تصبح في القريب العاجل تعود؟ يعني العلاقة بين الدول طبعا تختلف كثيرا عن العلاقة بين الأشخاص، وإن كان في سمات مشتركة لكن بالتأكيد أنه العلاقات ممتدة بين الدول وبتتغير وفقا لتغير السياسات والأهداف. فبالنسبة لمصر دائما إذا ما كانت الدولة الأخرى تنتهك سياسة متسقة مع مقررات الشرعية الدولية والمبادئ الراسخة في العلاقات الدولية، من عدم التدخل في الشؤون الداخلية، من الاحترام المتبادل، من عدم الإساءة، ودي المبادئ التي يتم تطبيقها في سياسة مصر. مصر تسعى إلى التعاون، تسعى إلى المصالح المشتركة، تبتعد عن المؤامرة أو التدخل في شؤون الآخرين، وكلها في الحقيقة هي سياسة مبنية على مبادئ متسقة مع حضارتنا، متسقة مع ثقافتنا، متسقة مع ديننا. وهذا هو ما دائما يدعو إليه السيد الرئيس، من هذه سياسة خارجية قوامها مبادئ، وده مش ما هوش مألوف في كثير من إدارة العلاقات الدولية، ولكن هو بالتأكيد التوجه الصائب، لأنه قائم على مبادئ إنسانية، مبادئ سهل لفهمها. يعني في النهاية الشعوب يجب أن تتصالح في يوم من الأيام، إذا كان هناك إرادة، إذا كان هناك إرادة لدى الطرف الآخر أن ينتهك سياسات لا تضر بمصلحة مصر وشعبها، فدائما مصر هتكون مرحبة بذلك وهتكون على استعداد للتفاعل، وهي دائما تقدم الخير، وإذا كان تقابل بخير مماثل فمرحبا، وإذا قبلت بغير ذلك فنحن نستطيع أن نحمي مصالحنا وندافع عن شعبنا. طبعا القضية الفلسطينية كانت هي يمكن جاءت على رأس التوصيات النهاردة، التأكيد على الوضع التاريخي للأسرة الشرقية، العودة لحدود 67. الحقيقة كمان أنه مع كل التحديات اللي واجهت الوطن العربي في مصر، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، يمكن غابت القضية الفلسطينية شوية عن المشهد خلال الثمان سنوات الماضية، لكن ده دور مصر التاريخي أنها دائما تسعى لحل القضية الفلسطينية. اللي خرج النهاردة من توصيات، هل ممكن يحرك القضية في الفترة القادمة بعد مرحلة الجمود اللي فاتت؟ نعمل أنه طبعا إقرار هذا الجمع للأسس التي يجب عليها التوصل إلى إنهاء الصراع، حصول الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته، وإقرار مرة أخرى ما هو وارد كمقررات للشرعية الدولية، مهم للتذكير بها، مهم لخلق مزيد من التوافق الدولي حولها، خصوصا لدى الأطراف الأكثر تأثيرا لها قدرة على التواصل، وفي نفس الوقت العمل لدفع الأطراف إلى تبني فكرة حل الدولتين وتحقيق التوازن وإنهاء الصراع بالمنطقة. فالاتحاد الأوروبي طبعا له تأثيره على السياسات الدولية، ومن كان مهم أنه يؤكد هذه المعاني، وأيضا أن يكون للتأكيد من الدول العربية لمركزية القضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى طبعا العنصر الإنساني المعنوي مرتبط بحقوق الشعب الفلسطيني وجدارته بأن يعيش في أمان في دولته وفقا لإرادته. أخيرا، هل تم الحديث عن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية؟ لا، يعني لم يكن هناك تطرق مباشر لهذا، ولكن كان التطرق أكثر متصل بالاهتمام بأن تنخرط سوريا في العملية السياسية لإنهاء الصراع
وفقا للمرجعات قرار 2254 لمجلس الأمن والجهود اللي بيبذلها المبعوث الأممي. هناك دعوة ورغبة تصور أنها كانت ماثلة خلال هذه الاجتماعات بأن تقوم سوريا بالخطوات الضرورية التي من خلالها تستعيد استقرار، ومصر دائما توضح أنها تسعى لاستقرار سوريا، لوحدة الأراضي السورية، لسيادة سوريا، لتحقيق إرادة الشعب السوري. العلاقات الوثيقة اللي بتجمع بين مصر وسوريا هي علاقات راسخة وقوية، ويهم مصر الشأن السوري وصالح الشعب السوري وفقا لطبعا ما يقره من خلال إرادته، سواء فيما يتعلق بقيادته وفيما يتعلق بمساره هو صاحب القرار. نحن لا نتدخل في هذا، ولكن نسعى أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، دولة مركزية أيضا دائما كان لها إسهامها في الثقافة العربية وفي الحفاظ على الأمن القومي العربي، ولا غنى عنها ولا غنى عن أي من الدول العربية في منظومة الأمن القومي العربي. ونأمل أن تعود سوريا قوية معززة حامية لأراضيها من كل الاستهداف الحالي من دول إقليمية، وتكون في إطار التضامن العربي الكامل. معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا لك، كتر خير. مستمرين مع حضراتكم في البث المباشر من مدينة السلام من شرم الشيخ، لكن بعد الفاصل. قيمها بقد ايه من خلال ما تم ذكره؟ هناك مساحات مشتركه كبيره، ولكن بتبقى المساحه الاساسيه واللي دايما بفكر حضرتك والساده المشاهدين انه السيد الرئيس دايما بيطرق على هذا الوتر الحساس جدا، انه على الجانب الاوروبي ان يتفهم، او على الجانب الغربي ان يتفهم ويتقبل الاختلاف في الثقافات وخصوصيه كل منطقه. نحن نحترم اختلافاتهم وخصوصياتهم وننتظر منهم ونتوقع منهم كذلك. الامر ده يعني سيحل كثير من من عدم الفهم او من سوء الفهم، وسيفتح ابواب كثيره للنقاش والتحاور. يعني فعلا عشان لا اطيل على حضرتك، يعني القياده السياسيه المصريه عودتنا دايما بنشوف الخطوه الجديده، ماذا بعد؟ كيف نبني على هذا النجاح الذي تحقق في خلال يومين؟ حضرتك هتنتظر وتشوف بنفسك، وسنرى مع الوقت ان شاء الله البناء على هذا اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ما زلنا من مدينه السلام من شرم الشيخ، وهذه التغطيه الخاصه جدا على قنوات سي بي سي، دي ام سي، الحياه، وان اي. والحقيقه تابعنا لقاءات هامه وتصريحات هامه، اذا كانت من وزير الخارجيه او حتى التصريحات الهامه من بسام راضي المتحدث باسم الرئاسه، في مساله الشراكه ومساله الاختلافات ومساله انه الاهم يكون في علاقه تكامليه ومش تنافسيه زي ما الرئيس قال. ويمكن ايضا الرئيس كان ذكر في كلمة لافتتاحية أنه الأهم هو التعلم من الآخر وقبوله، صحيح يا أستاذ وائل؟ طبعا ما فيش شك أنه القمة انطلقت من مجموعة من المبادئ، بس خلينا نتوقف عند اللي أنت قلتيه في بداية الحلقة، وهي قضية الاختلاف في الثقافات وفي مفهوم حقوق الإنسان. الرئيس السيسي قال في المؤتمر الصحفي في تعقيب أخير، يعني وهذا التعقيب يعني ربما طغى على الكثير حتى مما دار في القمة، وهو متعلق بقضية حيوية مهمة نوقشت في القمة، وهي قضية التدخل في الشؤون الداخلية، محاولة استخدام بعض القضايا ومنها قضية حقوق الإنسان للتدخل في شؤون بعض الدول. الرئيس كان حاسما وحازما في هذه القضية، ورفع شعار احنا بنحترم قيمكم وأخلاقياتكم، منظومة القيم والأخلاقيات عندكم، وعليكم أيضا أن تحترموا هذه المنظومة. ده حوار، وبالتالي هنا الرئيس استخدم تعبير ما تعلموناش، يعني ما حدش يأتي وكأنه جاء ليعلمنا، لا احنا جئنا لكي نتحاور، عشان كده اسمه الحوار العربي الأوروبي. ما فيش حد يملي على أي طرف أو يبدو أنه بمثابة معلم له. وتعالوا نشوف
كلمة الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الصحفي التي جاءت تعقيبا على سؤال، ودايما هتلاقوا انه يحاول البعض دائما انه يقحمنا في قضايا من هذا النوع، يستخدم او يعمل سؤال عن حقوق الانسان علشان اما يعني محاولة لافساد هذا النجاح الذي تحقق، او محاولة طائشة دائما للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. أرجو إن يعني إن إحنا ننظر بعين الاعتبار، وزي ما قلت مرة قبل كده دايما إن الأولويات والاهتمامات اللي موجودة عندنا مهم أوي إن أنتوا تشوفوها بظروفنا اللي إحنا موجودين فيها. نقطة أخيرة في هذا الأمر، أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك ونوافق عليه ليكم، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا، وإلا يبقى المؤتمر اللي إحنا بنتكلم فيه ده اللي هو أول خطوة للتفاهم فيما بيننا هنا في بلدنا في منطقتنا العربية. لما بيقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر بتيجي تقول لي عايزين حق أبنائنا ودمائهم، وده الثقافة اللي موجودة، دي الثقافة اللي موجودة في المنطقة ديت، إن هو الحق ده لازم يتاخد، بنقول إن يتاخد بالقانون بالقانون. فأرجو لو أنا طلبت الدول الأوروبية أنها تراجع نفسها وتقول إن هي يعني ترجع عقوبة الإعدام عندها، هيعتبر من جانبنا عدم تفاهم للواقع والتطور اللي الأوروبيين شايفين إنه مناسب ليهم، وهو كذلك مناسب ليهم. لكن محدش، وإلا يبقى إحنا بنتكلم على إن أنتم عايزين تعلمونا، وده مش مطلوب إن إحنا نبقى، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الثقة، انتوا مش هتعلمونا انسانيتنا، نحن لدينا انسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا اخلاقياتنا، ولديكم انسانيتكم ولديكم اخلاقياتكم ونحترمها، فاحترموا اخلاقياتنا وادبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم. شكرا. احترام الحضارة العربية واحترام الثقافة العربية واحترام الأخلاقيات العربية، ويمكن كما ذكر الرئيس في هذه الجزئية تحديدا، وأعتقد أنه الأساس في أي قانون أيا كان شكله هو التعبير عن ثقافة واحتياجات أي مجتمع، وده المهم، وأعتقد أنه ده متواجد في عالمنا العربي وكمان في مصر. خلوني أخيرا أقول كلمة قصيرة عن ختام هذا اليوم وختام القمة الأوروبية العربية التاريخية والمختلفة الحقيقة من نوعها، وأنه رهان هنا في الدورة القادمة وما بين 2019 قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ وما بين 2022 قمة عربية أوروبية في بروكسل، وهي الميعاد القادم، الرهان في الفترة دي ما بين هذه الفترة وما بين أو ما بين هذه القمة والتوقيت بتاع القمة القادمة، هنقدر نبني على هذه أو على هذه المكتسبات، هنقدر نكمل هذا الشكل من الحضور في كل المؤتمرات، هنقدر نبني على اختلافاتنا وعلى المشاركة الحقيقية اللي يمكن شفناها النهاردة، ولكن زي ما بقول حضراتكم الرهان الحقيقي هيكون في ما بين الدورتين في قمة جديدة في بروكسل 2022. طيب، في بعض اللقطات اللي وسائل الإعلام الأجنبية تناولتها، وعايز أقول لحضراتكم إن النهاردة اللي بيتابع فيكم سواء البي بي سي أو فرانس 24 أو سي إن إن، كل الأخبار لم تخلو من شرم الشيخ. شرم الشيخ كانت هي الحديث في وسائل الإعلام، يمكن شرم الشيخ ورامي مالك هم الخبرين اللي أنا لاحظت إن كل وسائل الإعلام العالمية، جميع رامي مالك طبعا المصري أو الأمريكي من أصل مصري الذي حاز على جائزة الأوسكار، لكن في بعض اللقطات الشهيرة جدا اللي وسائل الإعلام تناولتها واللي بتشغل أيضا الشارع الأوروبي، زي مثلا لقطات لميركل وبعض الزعماء الأوروبيين وهم يتناولون الفطار في شرم الشيخ. طبعا هتقول لي هي ايه دخل ده في القمة؟ لا، الكلام ده بيلعب دور كبير جدا يا جماعة في الشارع الأوروبي، الناس بتفهم ده. بقى تريزا مي وهي بتلعب مع رئيس الوزراء الإيطالي بلياردو في شرم الشيخ أيضا، ده ليه أبعاد كتيرة جدا، الصور دي تقدر تسوق حاجات كتيرة جدا للمواطن في إيطاليا أو للمواطن في إنجلترا، زي ما حضراتكم شايفين ميركل أثناء وجودها في اللقطة التذكارية الأخيرة. عايز أفكركم 2013 كيف كانت العلاقات المصرية الأوروبية خاصة مع أنجلا ميركل، والآن كيف هي؟
عايز اقول لحضراتكم ده شغل ناس كتيرة جدا، في ناس كتيرة قوي تعبت عشان نصل الى هذا الامر. عايز اقول لحضراتكم اين ومتى اجتمع هذا العدد من الزعماء الاوروبيين بزعماء عرب، يعني من فينا في عالمنا المعاصر ل 30 40 سنة فاتت شاف هذه الاجتماعات بهذا الكم من الحضور؟ ما حصلش. ده واقع احنا بنعيشه في شرم الشيخ في هذه الايام. اللي انا نفسي المجتمع المصري يتفهمه انه الاوروبيين ما هماش زينا ولا احنا زيهم. يعني كلمة رئيس السيسي النهاردة باختصار كان بيقول لهم لكم دينكم ولنا دين، كل واحد فينا يحترم ثقافة الاخر. ليه ما حدش راح قال للولايات المتحدة الامريكية في بعض ولاياتها ان هناك عقوبة الاعدام؟ وبعدين الأجمل من كده بقى والأهم، وده اللي لازم نحرص عليه، رئيس الجمهورية في مصر لا يملك أن يقرر حبس أي مواطن 5 أيام. القضاء المصري هو اللي بيعمل كده، وإحنا إذا كنا ندافع عن شيء الآن نحن ندافع عن القضاء المصري. لا دخل لرئيس الجمهورية لا في الدستور ولا في القانون أنه يحبس مواطن مصري 5 أيام على بعض. ده قاضي يراقبه محكمة أعلى، وعندما نصل إلى هذه العقوبة هناك درجات كثيرة جدا حتى نصل بمواطن يعني نقرر بحكم قضاء عادل أن نزق روحه، لكن قصاصا لمواطن آخر. وولي الأمر مطالب أن أيضا يرد الحق إلى المجني عليه، وده اللي احنا عملناه، ولا نقبل أيضا أن يكون هناك أي نوع من أنواع التدخل في قضاءنا المصري. والله أنا يعني يمكن ده اللي انا قلته امبارح في بدايه كلامنا وفي اول حلقه اول ما بدانا امبارح، فكره انه القمه، يعني مش هقول اكتر من اللي حضرتك قلته على فكره القمه وازاي ان هي كمان بتدي رسائل للخارج وموضوعات كتير جدا طرحت على النقاش، لكن هي الفكره البسيطه انه شوف في كام مراسل اجنبي. صحيح. 1000 تقريبا. 1000 مراسل اجنبي من عدد يعني كبير جدا من كل الدول اللي شاركت، وفي حتى من بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الأخرى اللي بتغطي. فكرة أنه كل التمثيل الأجنبي ده الإعلامي موجود على أرض مصر، وخاصة أنه معظم الأخبار اللي بتروح، وده حتى احنا بنتابعه لما تدخل على المواقع النشطة قوي في مجال السياحة، هتلاقي كل اللي بيتكتب كله حاجات سلبية. أنا هنا بتكلم على السياحة، على فكرة تفجيرات أو أنه مفيش أمن أو مفيش أمان. فنيجي لك هذا العدد من المراسلين الصحفيين نفسهم في بلدك ويبتدي يصدر هذه النوعيه من الاخبار، انه شوف مين اللي موجود في البلد. يعني احنا مثلا بريطانيا لغايه دلوقتي بتحضر الطيران الى مصر، لكن تريزي ماي شخصيا يعني هي نفسها موجوده في مصر بتلعب بلياردو، لكن بلدها ما زالت بتحضر الطيران. هل وجودها النهارده وهل التغطيات دي ممكن يغير الوضع؟ دي خطوه، يعني هل ده ممكن يتغير؟ حتى ده يمكن كان سؤالي للوزير سامح شكري، قال لي انه احتمال يكون ده يعني محور للنقاش في الفتره الجايه. شوف كم اللي بيتصدر عن مصر من معلومات ومن اخبار سلبيه. وجود المراسلين الاجانب النهارده على ارض مصر، احنا ليل ونهار بالنادي بالسياحه، الناس دي اللي حوالينا، المحلات دي كلها، الناس دي كلها فاتحه بيوت. الناس دي لما كنا بنيجي هنا في 2013 14 كانوا بيبكوا، ناس كتير قعدت في بيتها، اوتيلات كتير قفلت، عماله كتير مدربه سافرت خسرناها احنا كقطاع سياحه. الناس دي النهارده واحنا شايفين هذا الكم من السياح، الصوره الحلوه اللي بتتصدر عن مصر لما بنشوف وفود داخله في المطار، كل ده بيبسطنا احنا. وبالتالي القمه دي لو قلنا ان ده الفايده الوحيده حتى من وجود الناس دي على ارض مصر في التوقيت ده، والرسائل الايجابيه اللي بتروح، وان الناس ترجع تاني تيجي وتشتغل السياحه في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ، فده في حد ذاته مكسب كبير جدا لينا ومكسب كبير. صحيح. لكل المصريين. هاخد من كلامك الاخير ده يا ايمان، فعلا المهم يا جماعه دلوقتي كيف يمكن ان نستثمر هذه القمه الناجحه. كل رئيس، كل قائد وكل زعيم كان دايما هو ماشي كده بيقولوا، يعني كان يقول ايه كل هذا الجمال؟ طيب هذا الجمال الا يستحق ان كل المواقف التي اتخذتها بعض الدول انها تتراجع عن هذه المواقف فيما يتعلق بالسياحه؟ هذه المدينه الجميله الساحره هي ليست فقط مدينه السلام، ده مدينه الجمال، مدينه المستقبل، مدينه الطبيعه الساحره. ان شاء الله تعود شرم الشيخ الى قمة السياحة كما كانت، لانه الحقيقة هذه القمم وهذه المؤتمرات لابد من استثمارها سياحيا سياسيا. زي ما انتم شايفين مصر لا تبحث عن ريادة، يعني
وتحدث الرئيس السيسي في ذلك كثيرا، لكن مصر تعي جيدا ان قوتها وقيمتها ايضا من حجم تأثيرها. ما كانش ممكن يجي لك هذا العدد الضخم لو في دولة تانية نظمت هذه القمة، يعني ما كانش ممكن تأتي هذه الوفود وهذه الأعداد الضخمة وبهذا الحرص الشديد من قادة العالم إلا لأن مصر هي الدولة التي تستضيف هذه القمة وهي الدولة الفاعلة والمؤثرة فيها. كمان الكلام الأخير اللي قيل على لسان الرئيس السيسي يضع أهم قاعدة لعدم التدخل في شؤوننا، وأهم قاعدة للندية، زي ما هم عايزيننا يا جماعة، زي ما احنا عايزينهم هم كمان عاوزيننا، هم كمان محتاجين الدول العربية ومحتاجين هذه العلاقات، علشان كده في حالة ندية. وده الشعار اللي اتكلم عنه الرئيس السيسي، محدش يعلمنا، انما ممكن حد يحاورنا، حد يتكلم معانا، يبقى في نقاش، انما ان في حد يعلمنا او يحاول ان يمارس السطوة ويقحم نفسه ويتدخل في شؤوننا الداخلية، اعتقد ان هذه القمة هتكرس وترسخ لما يمكن ان يقال ما قبل القمة العربية الاوروبية وما بعدها، واعتقد ان النتائج ستكون مؤثرة جدا في ازمات كثيرة بتلعب فيها الدول العربية والدول الاوروبية الدور الكبير. أكيد ده هينعكس على الوضع في ليبيا، أكيد هينعكس على الوضع في سوريا، أكيد هينعكس على الوضع في اليمن، وأكيد هينعكس على ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والموجات التي تتدفق على الدول الأوروبية. كنا بنتكلم قبل كده من شوية، وكان السفير رؤوف سعد بيقول هم اقتنعوا تماما بأن التنمية قبل الحل الأمني، قبل ما تدينا قوارب مطاطية وخطوات أمنية أكثر تكنولوجيا، لا تعالوا نشوف إزاي ننمي هذه الدول وإزاي نحاول أن نقضي على حالة البطالة فيها. إن شاء الله قمم ناجحة تأتي في المستقبل. عايز أتقدم بالشكر لفريق العمل، في عدد كبير من الجنود المجهولين اشتغلوا في اليومين اللي اشتغلنا فيهم في هذه القمة، في عدد كبير من اللي اشتغلوا وساهموا في نجاح التغطية، يعني مش هينفع اقول كل الاسماء، لكن خلوني احيي كل فريق العمل، ونقول دايما تعالوا ننتقل من نجاح الى نجاح، تعالوا نستثمر هذا النجاح الذي تحقق واللي الحقيقة شهد به العالم كله. مصر نعم تقود هذه القمة، لكن كمان بترسخ مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تسود، تتعلق بالاستقلالية والندية والقوة في امتلاك الشخصية. أشكركم جميعا، ولنا إن شاء الله في قمم ناجحة قادمة إن شاء الله، وانت متفائلة وشكلك متفائل وكلنا متفائلين، يعني بعنا لما يعني انا هسألك بشكر حضرتك يا استاذ ويل، واكيد كنت سعيدة انا معاكم في هذه التغطية، وان شاء الله الى قمم انجح وصورة ابهى للدبلوماسية المصرية وبشكل مصر عام. انا سعيد جدا بالمذيعات المصريات، انتم مثال راقي فعلا للمرأة المصرية، سواء في الالتزام او في الثقافة او في الحضور، وبشكر هذا الجيش الهائل اللي ورا الكاميرات، اللي من غير شغلكم وتعبكم اكيد ما كناش وصلنا لهذه الصورة. بشكركم جدا وبشكركم على التعب اللي انتم قمتوا بيه، اكيد ما حدش شافه غيرنا، لكن انا بنقل للجمهور انه في عدد كبير جدا من زمايلنا يستحقوا الشكر اكتر مننا. شكرا لجمهور دي ام سي وسي بي سي وان اي والحياة، شكرا لكل المشاهدين، وان شاء الله بقى كل واحد يعود الى برنامجه ان شاء الله من القاهرة بكرة ان شاء الله.